سلام ايه، ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ احنا النهارده هنعمل سونار مهم جدا اسمه الشفافيه الكفويه او النيوكل ترانسلوسنسي. ده سونار بنعمله في الاسبوع ال 11 لل 13 عشان نتاكد ان انت مع بيبي ما فيهوش طفل منغولي. ده بيدينا دقه حوالي 70 ل 80% ان البيبي بتاعك ما فيهوش اي متلازمات خالص. اوكي، ما تيجي نشوف. زي ما حضرتك شايفه اهوت، ده البيبي بتاعك اهو عمال يلعب ويتحرك اهو. شوفي بيبي اكتف قوي، شكله هيطلع شقي قوي. احنا بنقيس السمك بتاع الرقبه بتاعت البيبي، نتاكد ان هي مش سميكه، وده بيدينا دقه جامده قوي ان البيبي بتاعك كويس. وكمان بنصوره لك بالرباعي الابعاد زي ما انت شايفه اهوت، ابتدى يظهر الايدين والرجلين، بيبي بيتحرك بشكل طبيعي. شايفه الحبل السري بتاع البيبي، شايفين الجمجمه، شايفين النخاع الشوكي، شكل البيبي مطمئن جدا جدا جدا. الفتره الجايه بقى اللي انت داخله فيها دي فتره منتصف الحمل اللي هي من اسبوع 13 لل 28، دي فتره امنه ممكن تسافري فيها، ممكن تعيشي حياتك بشكل طبيعي. انصحك بلعب الرياضه، الرياضه هتساعدك جدا ان انت تولدي ولاده طبيعيه، وهنكتب لك الفيتامينات اللي تساعدك في الفتره الجايه ان انت صحتك تبقى كويسه. خلي بالك من تغذيتك، وانا مبسوط قوي ان انت شايفه البيبي بتاعك اهوت مجسم بال 3 دي. نورتينا يا فندم. مدام ريهام ازيك؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ احنا النهارده بنعمل سونار رباعي الابعاد زي ما انت شايفه في الشاشه. ده البيبي بتاعك، احنا بنشوف دلوقتي القلب، شايفه ده دي حاجه اسمها الفور تشامبر فيو، نتاكد ان القلب ما فيهوش اي مشاكل، مفيش ثقب في القلب، مفيش اي مشاكل في الاوعيه الدمويه بتاعته. بنطمن على البيبي بشكل كامل، نتاكد من الاطراف، نتاكد من كل الاعضاء الداخليه بتاعت البيبي، نتاكد ان المشيمه في مكانها الطبيعي، شايفه كميه الميه اللي حوالين البيبي، نتاكد ان هي كويسه. وبعد كده بنعمل 3 دي كمان علشان نشوف وش البيبي زي ما انت شايفه معانا. ده ايه ده؟ ايه البيبي الامور ده؟ زي ما انت شايفه ده وش البيبي اهوت، ده العينين ودي الانف وده الشفه. ومهم قوي ان احنا نشوف وش البيبي طبعا عشان نبسطك، ودي حاجه تهمنا جدا، وبرده علشان نتاكد ان مفيش شفه ارنبيه، نتاكد ان مفيش حاجه اسمها مايكروجراثيا، ان في مشاكل في الفك بتاع البيبي، ونتاكد ان المخ كويس، نتاكد مفيش ميه زياده حوالين المخ. كل الحاجات دي مهمه جدا بنطمن بيها على البيبي. كمان بنشوف حاجه اسمها الدوبلر، والدوبلر ده مهم جدا عشان بنقيس كميه الدم اللي واصله او متدفقه للبيبي، ودي الحاجات المفيده جدا عشان لو لا قدر الله في اي مشكله في تدفق الدم اللي واصل للجنين، ده بيعمل نوع من التوقف في النمو او بيعمل حاجه اسمها اي جي ار. فاحنا مهم قوي بالنسبه لنا ان احنا نتاكد ان الجنين بتاعك بينمو بشكل طبيعي، ونتاكد ان هو كمان عامل منحنيات النمو بتاعتنا في الطبيعي. برضه بنبص على الكليتين بتوع البيبي، متاكد ان الصوابع كلها طبيعيه في الايدين والرجلين، بنتاكد برضه ان مفيش اي قصور في الهيكل العظمي بتاع البيبي. ودي حاجات اللي احنا نقدر نشوفها في الفور دي. في حاجات للاسف ما نقدرش نشوفها في الفور دي، ساعات بيبقى في حاجات دقيقه في القلب ما نقدرش نشوفها، في حاجات ساعات ما بنقدرش نشوفها بالفور دي، بس دي حاجات قليله. معظم الوقت 70-80% بنقدر نكشف عن معظم الميجر كونجنتال انوماليز او العيوب الخلقيه الكبيره او الواضحه قوي. الداون سندروم احنا بنعمله زي ما عملنا لك سونار قبل كده من الاسبوع ال 11 لل 13 عشان نتاكد ان السمك بتاع الرقبه مش سميك. وتاني حاجه برضو في حاجات ممكن تبان في الفور دي، زي مثلا ان عظمه الفخذ تبقى قصيره، ان يبقى في حاجه في الامعاء باينه بشكل معين، حاجه اسمها هايبر ايكويك باول. برضو من لو لقينا المناخير بتاعت البيبي شكلها مش طبيعي، او الانجل بتاعت النيزل بريدج بتاعتنا مش طبيعيه، بس البيبي الحمد لله شكله مطمئن جدا، ماشي مع الجراف كيرفز بتاعته، الميه اللي حوالين البيبي كويسه، المشيمه بتاعتك عاليه قوي مش منخفضه خالص، وعنق الرحم بتاعك مقفول. ودي كلها حاجات حقيقه مطمنانه جدا ان البيبي بتاعك سليم، ان ما فيهوش اي مشاكل. وانا حاسس ان هو شبهك شويه برضو، ايه رايك؟ شبهك ولا لا؟ في شويه. انا سعيد قوي ان انت انبسطتي بالفور دي، كانت تجربه حلوه. طبعا. اوكي، وان شاء الله تولدي ولاده سهله وميسره وبدون اي نوع من الالم ان شاء الله.